ارتفع حجم الصادرات الكيماوية خلال الربع الأول للعام الحالي بنحو 32% ليبلغ 1,020,000,000 دولار مقابل نحو 774,000,000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير الربع السنوي للمجلس التصديري للكيماويات أن صادرات القطاع من الأسمدة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ لتسجل 226,000,000 دولار بزيادة قدرها 67% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت صادرات المجلس من اللدائن والبلاستيك والمطاط زيادة بنحو 18% عن العام الماضي لتسجل 324,000,000 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.